برحب بكم مشاهدي عين على البرلمان وحلقة جديدة بتابع فيها مع حضراتكم أخبار مجلس النواب في ظل الدعوات بعقد جلسة عامة طارئة للرد على بيان البرلمان الأوروبي. قضيتنا النهاردة هي ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، علشان جات لينا الحقيقة شكاوي كتير من مواطنين بأن الأسعار ارتفعت والتقديرات جزافية. هستنى مشاركة حضراتكم في القضية النهاردة على الأرقام اللي ظهر أمام حضراتكم على الشاشة، مستمرين معاكم في عرض كمان المشاكل بالفيديوهات اللي بعتوها لينا عن طريق الواتساب، بخصص ليها وقت من الحلقة. اللي عنده فيديو أو صور بترصد وضع سيء أو سلبي في أي مكان ياريت يبعتوا لينا على أرقام الواتساب اللي ظهر أمام حضراتكم على الشاشة، علشان نحاول نتواصل مع نائب المنطقة أو الدائرة اللي فيها المشكلة ومع المسؤولين التنفيذيين. معنا النهاردة في فقرتنا السبتة جولة النائب محمود زايد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالشرقية. خلونا الأول أبدأ بسرعة بالأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستقبل النهاردة نظيره المقدوني اللي بيقوم بزيارة رسمية لمصر. من المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المحادثات الرسمية. النهاردة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هيستقبل رئيس جمهورية مقدونيا بمقر مجلس النواب. من المقرر أنه هيتم مناقشة عدد من القضايا وبحث التعاون المشترك بين البرلمان المصري والبرلمان المقدوني. مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء هيستقبل النهاردة أعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بمقر مجلس الوزراء. مهندس شريف إسماعيل هيسمع مشاكل دوائر النواب القليوبية ومقترحاتهم للتعامل مع هذه المشكلات للعمل على حلها. أيضا هيستعرض محاور برنامج الحكومة اللي هتتقدم به مجلس النواب في 27 مارس الجاري. النائب فرج عامر تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب لعقد جلسة غير عادية للرد على بيان البرلمان الأوروبي حول مقتل الشاب الإيطالي. أضاف النائب أنه طبقا لنص المادة 116 من الدستور يحق لعشرة أعضاء من المجلس طلب عقد جلسة غير عادية، وأن الجلسة هتكون للرد على ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي من أكاذيب ومغالطات، مع دعوة وزراء الخارجية والداخلية والعدل وشؤون مجلس النواب لحضور تلك الجلسة. النائب محمد فرج عامر بينضم لنا على التليفون للمزيد من التفاصيل. سيادة النائب برحب بحضرتك. أشكر سيادتك، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. صباح الخير سيادة النائب، يعني تقدمت بمذكرة لطلب عقد جلسة طارئة وغير عادية لمجلس النواب للرد على بيان البرلمان الأوروبي بشأن مقتل الشاب الإيطالي. طبعا طبعا، أولا طبعا احنا كلنا اتفاجئنا بالإجراءات اللي اتخذها البرلمان الأوروبي في القضية، لم يتم التحقيق فيها نهائيا، وفي نفس الوقت اللي في شباب مصري كتير جدا في أوروبا حصلت له حالات اغتيال وقتل في ظروف غامضة، والاتحاد الأوروبي ما اتحركش ولا اتكلم على حقوق الإنسان ولا اتكلم على أي شيء، حتى ما ردش علينا على الإطلاق. ده حاجة. الحاجة الثانية إن مصر ثابت فتحت المجال إلى إن الطرف الإيطالي يتولى يشارك في قضيه التحقيق، يعني معنى ذلك ان هناك شفافيه تامه وان مصر لن تخفي شيء على الاطلاق في الموضوع ده. فطبعا احنا لابد ان يسافر وفد من البرلمان المصري ومعاه ناس من المحامين الدوليين المتخصصين لعرض كل هذه الحقائق ومطالبه الناس ان هم يتعاملوا بالمثل، بالاضافه الى ان طبعا مرفوض اطلاقا التدخل في اي شان مصري. يعني في هناك قضايا مصريه لما يقول لي قانون التظاهر او كذا او اي قانون من القوانين المصريه او اي خطوه اجرائيه بتتم داخل مصر، غير مسموح على الاطلاق ان اي طرف اجنبي او خارجي يتدخل في الشان المصري على الاطلاق. فالحاجه الثانيه ان احنا لابد ان نضع حد لهذا الاجراء، لان الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاول الاقتصادي لمصر، وعلاقتنا بالاتحاد الاوروبي علاقه قوية جدا ومترابطة جدا، لكن التصرف اللي عمله معانا الاتحاد الأوروبي ده تصرف غريب وتصرف غير مقبول وتصرف غير متوقع وغير مقبول من الشعب المصري كامل. فلابد أن البرلمان المصري يتحرك تحرك إيجابي لإزالة هذا الغموض، وأن احنا طبعا البرلمان الأوروبي يعود عن مثل هذا التصرف. ممتاز. سيادة النائب، بتشوف أن القرارات التي ينبغي أن يخرج بها مجلس النواب تكون ايه؟ أول حاجة وفد مصري يسافر بعد تحديد الميعاد مع كل الأطراف المسؤولة
الوفد ده يضم الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الساده النواب، بالاضافه الى بعض المستشارين القانونيين الدوليين اللي هم عندهم خبره في هذا المجال واللي يتم التوافق عليهم من الساده اعضاء البرلمان. الحاجه الثالثه زي ما قلت لسيادتك ان احنا نكون نسافر بملف فيه كل البيانات والمستندات الداله على ان مصريين كثيرين جدا حصلت لهم حوادث بشعه وحصلت لهم قتل وحصلت لهم تصفيه في الاتحاد الاوروبي، ولم تتحرك الاتحاد الاوروبي ولم يتكلم عن حقوق الانسان ولم يفعل اي شيء. مش معنى ذلك ان احنا موافقين لا قدر الله على قتل الراجل ده، ولا احنا موافقين على خطفه، ولا احنا موافقين على اي شيء. سياده الرئيس اصدر تعليمات بان الطرف الايطالي يحقق في هذا الموضوع ويشارك في هذه التحقيقات. طب انت مطلوب شفافيه من مصر اكتر من كده ايه؟ حضرتك شريك اساسي في التحقيقات، زائد ان القانون الدولي بيسمح للسفاره الايطاليه التدخل في التحقيقات وانها تكون مشرفه على هذه التحقيقات، فاحنا لا نخفي شيء، والمدان سوف يتم معاقبته وحسابه. وزي ما سيادتك عارف طول ما الدنيا ماشيه وطول ما الحياه ماشيه هناك قضايا. الحاجه الثانيه، مش من حقك توجه لمصر اللوم، مش حقك تتكلم على ناس حقك ان انت تقول قانون التظاهر انتوا تغيروه، مش من حقك تقول هذا الكلام، لان مصر اصلا ما بتتدخلش بشؤونك، مصر ما بتتدخلش بشؤون اي جهه خارجيه، فغير مقبول ان يتدخل اي فرد او برلمان او دوله او حكومه او اي جهه في الدنيا تتدخل في الامر المصري، لان النهارده في رئيس لمصر، في برلمان لمصر، في حكومه لمصر، ومصر دوله مستقله ليها سيادتها، ليها احترامها، بتحترم الناس كلها، لابد ان يكون الاحترام متبادل. وفي نفس الوقت احنا يجب ان احنا نضع حد لهذا الاجراء فورا، لان طبعا في لجان في الاتحاد الاوروبي بتشتغل في مجالات اخرى، فاحنا مش عايزين ان البرلمان الاوروبي نترك الموضوع لاي، يعني كل يوم احنا يسافر الوفد ده ويضع نهايه لهذا الموضوع ويشرح القضيه شرح تفصيليا، ده لمصلحه الطرفين. بتعتقد ان البرلمان الاوروبي هيستجيب وهيغير من وجهه نظره تجاه القضيه من اولها لاخرها بعد ما يحصل الكلام اللي حضرتك بتقوله؟ حضرتك انا متاكد ان هذا القرار وراه اسرار سياسيه خفيه، لان لا يوجد ما يدعو لاجراء هذا القرار. حضرتك التحقيقات مفتوحة والتحقيقات لم تنتهي، والجانب الإيطالي شريك أساسي في هذه التحقيقات. ممتاز، وصلت الصورة كاملة. اتفضل يا فندم. الحاجة الثانية إن عمر الاتحاد الأوروبي ما اتخذ أي إجراء في أي حادث تعرض له مصري، وحوادث أسوأ من هذا. دي نقطة. نعم. للأسف إن مصريين وعرب اتقتلوا. دي نقطة مهمة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا نائب فرج عامر، متحدثا عن المذكرة اللي تقدم بها العقد جلسة غير عادية للرد على بيان البرلمان الأوروبي. مستمرين معكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد في عين على البرلمان. انتقل لمراسلنا عمرو الديب، هيطلعنا على تفاصيل اكثر عن ما يدور من كواليس بشان البرلمان. عمرو برحب بيك والتفاصيل عندك، اتفضل. استاذ شريف، النهارده هيتم ارسال اللائحه بعد مراجعتها من اللجنه الثلاثيه لمجلس الدوله، وحسب المصادر ان اللائحه هترجع من مجلس الدوله بعد ضبط الصياغه خلال اسبوع. النائب فرج عامر تقدم بمذكره لعقد جلسه طارئه للرد على بيان البرلمان الاوروبي. المجلس رد عليها ولا لسه؟ لا، الى الان لم يتم الرد. مكتب المجلس بيدرس عقد جلسه خاصة لمناقشة البيان، لكن الاتجاه الأقوى هتكون الجلسة بعد جلسة يوم 27 اللي هيتم فيها إلقاء بيان الحكومة. تمام، بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا عمرو الديب من البرلمان. الحقيقة الفترة اللي فاتت كان في دعوة للمصالحة مع تنظيم الإخوان، واللي أطلقها الدكتور سعد الدين إبراهيم، وعملت حالة من الجدل بين المواطنين والنواب. النائب سمير غطاس أصدر بيان
قال فيه أن دعوات المصالحة دي دعوات مشبوهة، خاصة وأن الإخوان تورطوا في سفك لدماء المصريين وإنهاك الاقتصاد القومي وتهديد لأمن مصر على الصعيد الدولي. دعوة جت في وقت مهم جدا بعد صدور التقرير البريطاني عن الجماعة الإرهابية والتوجه القوي داخل الكونجرس الأمريكي لتصنيفها كجماعة إرهابية، ما مما يعتبر أن هذه الدعوة اختراقا للموقف الشعبي والرسمي والنيابي في مصر وإنقاذ للجماعة الإرهابية من مصيرها المحتوم. أكد أن النواب هيتوجهوا لكافة برلمانات العالم ليوضحوا حقيقة جماعة الإخوان واعتبارها مصدرا للإرهاب والتكفير، مطالبين الحكومة المصرية والاتحادات والنقابات باتخاذ موقف وطني جامع بالإضافة للقصاص العادل من جماعة الإخوان وكوادرها. دكتور سمير غطاس سيادة النائب، برحب بحضرتك. أهلا بك. تحياتنا. يعني دكتور سمير، في رأيك هذه الدعوة اللي بتخرج في هذا الوقت طلع كده بشكل عشوائي، بشكل ملوش علاقة باللي بيحصل من برلمان أوروبي وانتقاده لدور مصر من ناحية والمحاولات إدخال جماعة الإخوان مرة أخرى في الحياة السياسية، يعني حصلت كده صدفة ولا هي مدبرة في التوقيت؟ لا طبعا لم تحدث صدفة. احنا البيان اللي أصدرناه بيتم الآن جمع توقيعات الأغلبية الأعضاء في مجلس النواب بيوقعوا على هذا البيان حتى يكون رأي جماعي لمجلس النواب من هذه المبادرة المشبوهة التي حملت عنوان المصالح مع الإخوان. أولا هناك اعتراض على حامل هذه الدعوة دكتور سعد الدين إبراهيم المعروف بأنه سمسار حقيقي ومرتبط بجماعات لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية، هو باعترافاته الشخصية وباعترافات الإخوان أنه هو من قدم الإخوان إلى الولايات المتحدة في عام 2005 ليبدأ الحوار الرسمي مع الإخوان، هو أيضا من قدم حزب النور للولايات للإدارة الأمريكية والأجهزة الأمنية، هو من قدم كتاب الاعتماد بكار الذي يدرس الآن في واحدة من أكبر جامعات الولايات المتحدة رغم أن مؤهلاته لا تسمح له بالدراسة هناك، وبالتالي هو شخص يعني يتبرع بعمله كسمسار بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن أجهزة أمنية. خطورة هذه الدعوة في هذه الفترة بالذات بعيدا عن الالتباسات والاشتباه الموجود بشخص هذه الدعوة الذي سافر من تلقاء نفسه أو بدعوة من أيمن نور وجماعة الإخوان في تركيا ليعود ويطرح مثل هذه المبادرة، خطورتها أنها تأتي في مرحلة تسعى فيها قوى كثيرة لتشويه صورة مصر كما أشرت حضرتك بالبيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي. لكن هذه الدعوة تأتي في فترة عصيبة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية الكونغرس الأمريكي، وأنا ساهمت بجزء كبير في محاولة إخراج قرار من داخل الكونغرس الأمريكي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وفي الجلسة أشرت في البيان أنه في جلسة الكونغرس 411 تم عرض مشروع لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، وجرى استدعاء وزير الخارجية الأمريكي الذي ارتبك أمام الكونغرس ولأول مرة يعترف أن هناك أعضاء، صحيح أنه لم يقل أن الجماعة كلها جماعة إرهابية لكنه لأول مرة أمام ضغط أعضاء الكونغرس حوالي 87 عضو قرر بأن هناك أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين يمارسون الإرهاب ويدعون له. أيضا هناك في نهاية العام الماضي بريطانيا التي تعتبر العاصمة الأساسية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والتي أشرفت على يعني إنشاء هذا الجهاز ومولته ورعته حتى الآن، بريطانيا كان هناك تقرير يدين هذه الجماعة ويقول أنها أيضا جماعة إرهابية. في هذا الوقت تأتي هذه الدعوة المشبوهة لتخترق الموقف الدولي عبر القنوات المصرية. سعد الدين إبراهيم قال أنه سينظم مؤتمرات شعبية، سيتصل بنواب من البرلمان لتخفيف الضغط العالمي والدولي حول الإخوان وإنقاذ رقبتهم السياسية من حبل مشنقة التصفية السياسية باعتبارهم جماعة إرهابية. أيضا بس ده موقف متناقض ربما من الدكتور سعد الدين إبراهيم، يعني إذا كان المجتمع الدولي بيتجه ضد الإخوان والبرلمانات في العالم، موقف متناقض، في موقفين في الولايات المتحدة، موقف الإدارة الأمريكية التي ما تزال
عبر الرئيس أوباما تسعى إلى إعادة إنقاذ الإخوان المسلمين وإدماجهم مرة أخرى في الحياة السياسية نتيجة الخدمات الاستراتيجية التي أدتها هذه الجماعة للولايات المتحدة الأمريكية. وهناك موقف آخر داخل الكونغرس وخاصة من الحزب الجمهوري الذي يناوئ يعني حملة أوباما، وربما يعني في الأيام القليلة القادمة سوف يتم الإفراج عن وثيقة في غاية الخطورة. وقع محمد مرسي الرئيس المعزول على وثيقة، هو والشاطر وعصام الحداد على وثيقة يتنازل فيها عن نصف سيناء مقابل 8 مليارات دولار من الرئيس أوباما. كل هذا هناك موقفين إذن داخل الولايات المتحدة الأمريكية. السيد سعد الدين إبراهيم بالتأكيد يعمل مع الأجهزة الأمريكية الأمنية وخاصة CIA، وبالتالي هو يحاول أن يخترق القرار الذي تسعى الأغلبية داخل الكونغرس الأمريكي لإصدارها واعتبار الولايات المتحدة واعتبار الجماعة جماعة إرهابية. طيب بعد إذن حضرتك يا دكتور عندي يعني استفسار، ماذا لو لم يستجب البرلمان لهذه الدعوة، لم ينظر البرلمان لهذه الدعوة، ماذا لو تجاهل البرلمان أصلا هذا الموضوع ولم يعطي له اعتبارا، أيهما الأصح والأفضل؟ الأفضل أن يصدر بيان من البرلمان يؤكد على أن الثوابت التي عرضناها في البيان. أولا أنا نرفض شكلا وموضوعا أي إجراء مصالحة مع هذه الجماعة التي صنفت في مصر وصدر حكم الشعب قبل أن يصدر حكم القضاء باعتبارها جماعة إرهابية. سألة ثانية أننا ندين أي محاولة لاختراق الإجماع الوطني سواء كان إجماعا شعبيا أو داخل البرلمان، محاولة الاستفراد بعدد من الأعضاء لمحاولة إظهار وكأن هناك اتجاه للمصالحة. هناك موقف ثابت يجب أن يخاطب البرلمان باعتبار أن هذا الموضوع يعني أن مسألة القرار من الإخوان موضوع على طاولة البرلمانات سواء البرلمان البريطاني أو وصلت الصورة. بس أنا عايز أوضح نقطة يا فندم، يعني أشارك حضرتك فيها. يعني في رأي بيقول البرلمان المصري يعني برلمان المفترض أنه يكون وهو كذلك هو برلمان ثقيل له قوة، ما يتحركش كده، يعني مش أي حد يطلع يقول دعوة يقوم البرلمان يعمل له بيان ويجتمع ويرد، هو أصلا ما خطبش البرلمان لسه، يعني هو لم يتوجه للبرلمان، لكن دعا علما وفي الإعلام وقال أنه سوف يتوجه للبرلمان. ليكن البرلمان مؤسسة سيادية، البرلمان يعامل الدعوة من أصلها سواء صدرت من سعد الدين أو غيره، لأنه هناك دعوة في الخارج الآن يشنها الإخوان المسلمين مع برلمانيين باعتبار أيمن نور أحد أزرعة هذه الجماعة التي تتحرك وسط برلمانات العالم للدعوة إلى المصالحة. أذكر حضرتك بأنه قبل أيام قليلة تم تمرير المصالحة المالية مع أشخاص كانوا مطلوبين للعدالة، وبالتالي نحن نقطع الطريق بإصدار مثل هذا البيان على مشروع مصالحة مرفوض مشبوه ومرفوض أصلا من الشعب المصري ومن نواب الشعب المصري، ردا على أي محاولة يمكن أن تتسرب وتستخدم وسائط كثيرة سواء إعلام خارجي أو بعض النفوذ الضعيفة في الخارج لتمرير أو حتى الإيحاء بأن هناك طيارا في مصر يقبل هذه المعارضة. هذا الأمر يجب أن يوقد في مهده قبل أن تتسع بقعة الزيت وتظهر وكأن هناك طيارا داخل مصر يؤيد هذه المصالحة. يجب وقد هذه المحاولة قبل أن تنمو وتكبر وإعلان موقف شعبي واضح، دعونا إلى موقف من النقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية إلى جانب البرلمان لمنع تسرب أي محاولة للتشكيك في موقف شعبي وبرلماني وقانوني مصري يؤكد على أن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية ولا يمكن التصالح معها مطلقا. إذا كان البرلمان هيرد في هذه الحالة دكتور، حضرتك متأكد كنائب للبرلمان وبحكم خبرتك في شرائح النواب أن كل النواب هيكونوا مع القرار؟ أنا متأكد تماما، ومنذ الآن 100% من النواب هيكونوا ضد القرار؟ أنا متأكد تماما، متأكد من ذلك تماما، بما فيهم نواب النور، لأن المشهد كده هيطلع لو 5، 6، أو 10، أو 20 قالوا لا، يقول حضرتك شايف في طيار مش مع نواب النور. بما فيهم نواب النور أنا متأكد من أنه لا يقبل أحد المصالحة الآن مع هذه الجماعة الإرهابية. تمام. فيما يتعلق بقى بالتصالح المادي مع رموز الأنظمة السابقة، تؤيده أم تعارضه؟
يعني أنا أؤيد كل شيء شفاف، يجب أن تقول للحكومة ماذا حدث، هل هذا مبدأ سوف تتعامل به؟ هناك ليست حالة واحدة على السيد حسين سالم، ليس هو الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة، وبالتالي هل هناك تم إقرار ما يسمى بالمصالحة المالية مع من سرق وقود الشعب وعليهم أحكام قضائية أو معرضين لأحكام قضائية؟ هذا الأمر لا يجب أن يتم عبر محامي أو عبر تصريحات إعلامية، هذا الأمر يجب أن يخرج وزير مسؤول في الحكومة، وزير العدل أو غيره من المعنيين بهذه القضية، ليعلن صراحة ما هي قدر، ما هي المصالحة، ما هي قواعدها، ما هي شروطها المنظمة لها، ما هي المبالغ، أين ستذهب هذه المبالغ. كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة أمام الشعب، وإذا لم يتم ذلك أنا شخصيا سوف أتقدم باستجواب الحكومة حتى يكون الشعب على بينة من هذا الإجراء، ونضمن أن هذا الإجراء لا يمس بي من قريب أو من بعيد بالعدالة الناجزة التي نطالب بها جميعا. يعني حضرتك تتقدم باستجواب؟ إذا لم تتم أنا أطالب الحكومة الآن بالإعلام بموقف واضح عما تم مع حسين سالم ومن في القائمة والأساليب التي اتبعت والشروط والأموال التي حولت وأماكن صرفها دخلت الخزانة أو أنها وجهت، لأن حسين سالم النهاردة محامي حسين سالم يقول أنه قدم طائرة خاصة هدية للمخابرات، هذا الأمر غير مقبول. يعني أي مستثمر مصري أيا كان عليه أو ما عليه يقدم هدية للمخابرات، تمام، المخابرات العامة، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وصلت وصلت الصورة كاملة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب. دكتور سمير غطاس يعني قال كلام الحقيقة كتير مهم، قال انه هيقدم استجواب اذا لم يتم عرض، انا هبدأ من اخر كلامه، اذا لم يتم عرض بيان واضح من الحكومة او توضيح شفاف من الحكومة بكافة الاجراءات وما تم اتخاذه حيال رموز الانظمة السابقة في التصالح المادي معاهم، ايه اللي تم وازاي تم وايه اللي حصلوا عليه بالظبط، الدولة حصلت على ايه وازاي تم التصالح، يعني الى اخره من تفاصيل. كمان هو بيؤيد وبشدة ان البرلمان يناقش ما جاء على لسان وعلى فكر الدكتور سعد الدين ابراهيم من دعوته للتصالح مع الاخوان. مصادر من ائتلاف دعم مصر قالت ان الائتلاف طرح الدكتور اشرف العربي عضو مجلس النواب المعين لرئاسه خطه لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب، وده خلال المشاورات اللي بيجريها مجلس النواب لتقسيم اللجان النوعيه للمجلس. مصادر قالت ان طرح اسم اشرف العربي لخبراته في المجال المتعلق بالخطه والموازنه وعمله كمستشار لصندوق النقد الدولي للاصلاحات الضريبيه خاصه بعدما اصبح مقعد رئاسه اللجنه فارغا بعد عقوبة كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بوقفه لدور انعقاد كامل على خلفية ضرب توفيق عكاشة بالحذاء بمجلس النواب ومنعه من الترشح لرئاسة اللجان النوعية بعدما كان أبرز المرشحين على رئاسة اللجنة. أما الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر قال أنه هيخوض انتخابات رئاسة لجنة شؤون الصحية بمجلس النواب. أكد كمان أن ملف الصحة واحد من أبرز الملفات اللي بتحتاج لاهتمام كبير في المرحلة القادمة، وهو ما يضع على عاتق لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مهمة ثقيلة، وهي وضع خطط متنوعة ما بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من أجل النهوض بمنظومة الصحة في مصر. أكد أنه لازم تكون في منظومة مناسبة وتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين ومواجهة ارتفاع صناعات خامات الدواء في مصر ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، إضافة إلى الحفاظ على صناعة الدواء المصري والحفاظ عليها بخلاف ضرورة وضع أطر محددة لتطوير أداء منظومة التعليم الطبي في مصر بما ينتج عنه كفاءات مؤهلة لخدمة المواطنين. طيب خلينا ناخد اللواء علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار. سيادة النائب برحب بحضرتك. مساء الخير، ازي حضرتك، اخبار حضرتك؟ تمام يا فندم. يعني انا ليه حاسس كده انها تبدأ في مناوشات بين الهيئات البرلمانية والائتلافات والشخصيات تحت قبة البرلمان، قد تتطور هذه المناوشات لخلافات وربما صراعات على رئاسة اللجان، احساسي صح ولا غلط؟
لا هو يعني خلينا الاول اقول لحضرتك ان لقاءات البرلمان الحمد لله بخير، وخاصه بعد ان اتفقوا جميعا على النصاب الخاص بالهيئات البرلمانيه وهو عدد 2. وبالنسبه للمناوشات هي مش هتوصل لمناوشات طبعا ان شاء الله، ولكن هيكون في منافسه الحقيقه. يعني احنا عندنا 25 لجنه، الجميع يسعى بنوابه قادرين على ذلك ان هو يحسم اللجان لصالحه، وان يبقى عنده اكبر عدد من اللجان على اساس يقدر يحقق بيها مشاريع القوانين الخاصة به. ولكن مناوشات لا، هي تاخد مرحلة وهيبتدي الحشد للمنافسة من أجل بعض اللجان الخاصة اللي بيستهدفها كل حزب، وبعد كده هتنتهي الأمور وهنعود زي ما كنا. طيب ما يثار وما يقال بشأن أن ائتلاف دعم مصر سوف يستحوذ على الغالبية العظمى من رئاسة اللجان؟ لا انا يعني انا الحقيقه ما اعتقدش الكلام ده، بدليل ذلك ان كان الائتلاف ليه تجربه قبل كده لما خاض التجربه على رئاسه المجلس والاثنين الوكلاء، قدر ان هو يحصد رئاسه ووكيل، ولكن الوكيل الاخر جه من حزب الوفد، وده تجربه يعني اكيد الائتلاف هيستفيد بيها ويستعين بيها في الانتخابات الخاصه باللجان، وخاصه ان هو عرف ان هو موجود حاليا دلوقتي 250 نائب داخل الائتلاف، وحقيقه اكتر من 340 نائب خارج الائتلاف، واضح ان لازم يبقى فيه طبعا مشاركه للجميع وليس مغالبه، وده اللي احنا بننادي بيه من الاول. يعني ممتاز. لازم الجميع يكون ممثلين في جميع اللجان. ممتاز. سياده النائب ممكن تقول لي يعني مين هترشحوهم لرئاسه اللجان من عندكم من المصريين الاحرار؟ احنا الحقيقه احنا متفقين حاليا على 3 لجان مبدئيا، ولكن احنا بنستهدف 5 أو 6 لجان. تمام. ولكن الثلاث لجان اللي تم الاتفاق عليهم هي لجنه الصحه الدكتور ايمن ابو العيله، لجنه الصحه الدكتور ايمن ابو العيله، ولجنه الزراعه اللواء هشام الشعيني، ولجنه الزراعه اللواء هشام ايه؟ هشام الشعيني. نعم نعم تمام. والحقيقه طبعا عندنا لجنه ثالثه وهي لجنه النقل والمواصلات، ومرشحين ليها اللواء سعيد فعيمه، وهو كان مدير الاداره العامه للمرور وعنده خلفيه جيده بالطرق والمواصلات وازمه المواصلات والطرق. الحقيقه يعني دول اللي مرشحينهم على الرئاسه، بخلاف طبعا وكلاء اللجان. احنا عندنا حوالي 8 او 10 وكلاء لجان مرشحينهم على لجان اخرى، وعندنا اللواء حاتم بشات ان شاء الله برضه هنرشحه على لجنه الشؤون الافريقيه باذن الله. لا دي لجنه من اللجان المستحدثه. صحيح صحيح. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب لواء علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار. كمان بينضم لي النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة البرلمان. سيادة النائب برحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة النائب يعني عايزين نعرف برضو أبرز الأسماء والشخصيات المرشحة لرئاسة اللجان من قبل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. طبعا الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد والحزب بشكل عام بيضع اللمسات النهائيه للترشيحات الكامله لقائمه الترشيحات الكامله للنواب وتحت البرلمان، لكن حاليا بالنسبه للجان بنرشح وبقوه المستشار بهاء ابو شقه للجنه رئاسه اللجنه التشريعيه، وبيحظى سياده النائب بهاء ابو شقه بدعم كبير جدا من جميع الاطياف السياسيه، وبالذات طبعا لانه قامه قانونيه كبيره جدا ولادارته يعني الرزينه لمشروع اللائحه، واللي اثبت فيه فعلا جداره، وحزب الوفد بيقف تمامه بيقف خلفه كاملا في هذا الترشح. على اللجنه الاخرى برضو بنطرح المهندس احمد السجيني للجنه الاداره المحليه. المهندس احمد له باع كبير في هذا المجال، ويرأس اللجنه النوعيه للاداره المحليه داخل الحزب، وعلى رأس الفريق العمل الذي أعد مشروع الإدارة المحلية، واللي بيستعد الوفد لتقديمه وطرحه للحوار المجتمعي. بنطرح برضو من الأسماء الدكتور مهندس محمود عطية للجنة الطاقة، وهو يعمل في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. ونطرح أيضا النائب المخضرم حسني حافظ في لجنة الصحة، له اهتمامات كبيرة كمحرر صحفي في هذا المجال، وكنائب سابق له خبرات كبيرة جدا في هذه اللجنة، وما زلنا في طور إعداد القائمة النهائية للأسماء. تمام.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كمان متحدثا عن ترشيحات حزب الوفد لرئاسة اللجان والوكالات تحت قبة البرلمان. أستاذ مجدي مرشد ممثل الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، سيادة النائب برحب بحضرتك. النائب مجدي مرشد. ايوه تحياتي سياده النائب. اهلا 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 بيك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مين مترشح لرئاسه اللجان عندكم من المؤتمر يا فندم؟ احنا عندنا الوزير محمد عرابي للعلاقات الخارجيه، وانا دكتور مجدي مرشد للشؤون الصحيه، وعندنا العميد احمد شعيب على حقوق الانسان على الوكاله، والمهندس عادل بدوي في الاسكان على الوكاله. يعني اربع لجان. لا اربع ترشيحات. اربع ترشيحات على رئاسة اللجان. لا اثنين رئاسة واثنين وكالة. اثنين رئاسة واثنين وكالة بالضبط كده. طيب سيادة النائب، هل في تنسيق مع بقية الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان والائتلافات ولا لا؟ هو انا اتمنى ان هذا المفهوم ان شاء الله في هذه المرحلة حينتهي. يعني التنسيق يجب أن يكون بين أعضاء اللجنة بعضهم البعض، وليس بين الأحزاب أو بين الكتل أو بين الائتلافات. يعني من المفروض أن 30 أو 25 ممثل أو عضو في لجنة معينة يختاروا من بينهم الأكثر، أو اللي لديه رؤية أو لديه قدرة على إدارة هذه اللجنة، بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو بغض النظر عن كونه مستقل أو منتمي إلى أي. طبعا هيبقى في نوع من التنسيق، لكن في الاول وفي الاخر الخيار لاعضاء اللجان. ممتاز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب دكتور مجدي مرشد ممثل الهيئه البرلمانيه لحزب المؤتمر تحت قبه البرلمان. دي كانت الترشيحات سريعا من بعض الهيئات البرلمانيه للاحزاب زي الوفد وزي المؤتمر وزي حزب المصريين الاحرار لرئاسه اللجان. حتى اللحظه فيما يبدو ان ما فيش اتفاق ما بين الهيئات البرلمانية وما بين الأحزاب وما بين الائتلافات تحت قبة البرلمان على رئاسة اللجان أو وكالة هذه اللجان. مش عارف الموضوع هيتطرق للتنافس ولا التوافق والاتفاق. البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعلن عزم الكنيسة تقديم قانون دور العبادة الموحد لاعتماده بمجلس النواب قبل قانون الأحوال الشخصية. أوضح البابا في تصريحات خاصة على هامش حفل تأبين البابا شنودة أن اللجنة القانونية للكنيسة بتعمل حاليا على صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يحظى بإجماع أساقفة المجمع المقدس في السيمينار الذي عقد بدير الأنبا بيشوي مطلع شهر مارس الجاري. النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب عن محافظة السويس قال انه التقى عمال المحاجر واستمع لمشاكلهم وشكواهم من ارتفاع رسوم الوزن الزائد على الحمولات الخاصة بهم، ووعدهم بانه هيحاول يحلها قريبا وانه هيتواصل مع المسؤولين بالشركة الوطنية للطرق للعمل على ايجاد حل. خليني اخد النائب الاستاذ طلعت خليل. سيادة النائب برحب بحضرتك. سيادة النائب اهلا بيك حضرتك، معاك فندم. اهلا بحضرتك سياده النائب، يعني التقيت امبارح بعمال المحاجر واستمعت لشكواهم من ارتفاع رسوم الوزن الزائد على الحمولات، ايه اللي جد في الموضوع او ايه التفاصيل اكتر؟ تصحيحا هم مش عمال المحاجر، عشان في فرق بين عمال المحاجر ودول اللي هم سيارات النقل، السيارات النقل المواد المحجريه وليس عمال المحاجر. تمام. سيارات نقل المواد المحجريه. طبعا هو انا لما امبارح بحثت في الموضوع حضرتك، هم طبعا قدموا لي شكوى وجبت ايصالات موازين طالعه منسوبه لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه التابع لوزاره الدفاع. لقيت حضرتك الو معاك يا فندم اتفضل. لقيت حضرتك طبعا مبالغ يعني مبالغ فيها جدا على فكره كمان ايصال غرامات الموازين الزايد. لما بحثت في الامر في قرار طلع من رئيس مجلس الوزراء رقم 559 لسنه 2016 في 29/2/2016، يعني لسه طالع قريب جدا وما نعرفش عنه حاجه، ان هو اباح لمحطات تحمل رسوم الموازين النقل البري على طريق القاهره السويس الصحراوي بتحصل عن طريق الجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه التابع لوزاره الدفاع.
خلينا نقول انه عشان نحافظ على الطرق بشكل كامل ما ينفعش ان العربيات تحمل حملات زائده وبعدين نحصل منها رسوم، الرسوم دي بتتصرف والطريق بيبوظ. لكن لابد من الالتزام النهارده بالحملات اللي هي اصلا مقرره قانونا وفقا للرخص اللي موجوده. لكن احنا نحصل رسوم بالشكل المبالغ فيه، يعني النهارده في بعض الحملات الزايده 390 جنيه ميزان للعربيه الجرار اللي هي النقل بالمقطوره، و150 جنيه ميزان للي هي العربيه اللي هي الفرداني. طبعا بخلاف طبعا بعض الامور الاخرى، يعني النهارده لما تدفع العربيه الفرداني بس 200 جنيه لمحجر الرمل و20 جنيه لكارتة المحافظه. كمان انا عندي ازمه خطيره ثانيه باعتبار انه الكارتات دي كانت بتحصل عن طريق موظفين بداخل محافظات السويس. فطبعا النهارده لما يبقى الخدمه الوطنيه هتاخد الكارتات تحصيل الكارتات، يعني انا النهارده في اكثر من 700 موظف هيتم توفيرهم، انا مش عارف اوديهم فين. القرار اللي طلع من رئيس مجلس الوزراء قرار متعجل، قرار مش هيحمي الطرق، بالعكس ده هيزود المشاكل على الطرق. ولذلك انا يعني سوف اتقدم بطلب انه لابد ان جميع المواد المحجريه حينما يتم نقلها ما حدش يشيل حمولات زائده. ده الشيء الخطير اللي انا اكتشفته امبارح، شفت عربيه مش شايله اكتر من 5 طن وهي حمولتها 50 طن ومع ذلك دفع 140 جنيه وزن زائد. كل هذه الامور لازم يعاد الدراسه فيها مره ثانيه، لان النقل ده من اساسيات الاقتصاد، وده ان احنا النهارده نحافظ على طرقنا بطرق مختلفه، ولابد من دراسه الامر بشكل مختلف. طيب هل تواصلت مع المسؤولين بشكل مباشر سياده النائب؟ مع مين يا فندم؟ تواصلت مع المسؤولين عن هذه القضيه بشكل مباشر؟ تواصلت طبعا انا مع كل المختصين، انا تعاملت مع الحقيقه الراجل المحترم سياده العميد خالد اللي هو جاي من جهاز الخدمه الوطنيه، على فكره دول كلهم كانوا ضباط في الجيش سابقا وتم الاستعانه بيهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ان هم كانوا ضباط سابقين في الجيش. طبعا حاطين بادجات ان هم مكتوب عليها ضابط تحصيل، هو ضابط تحصيل، هو كان هو ضابط على المعاش. فطبعا تواصلت معاهم وشفت اللائحه اللي موجوده بكيفيه التحصيل. طبعا هم بينفذوا اوامر، لكن الموضوع محتاج دراسه اكبر مع المسؤولين بشكل اكبر يعني. تمام. كمان كان على الناحيه الثانيه كان في تواصل لحضرتك مع اللواء احمد الهياتمي محافظ السويس علشان تغيير بلاط شارع الاربعين، ايه تفاصيل الموضوع ده؟ دي جريمه، دي جريمه. يعني النهارده احنا كان عندنا ميدان يبدا من منطقه العوايد وحتى ميدان الترعه، ده متطور ملوش سنه كامله، مفيش سنه، وبعدين متركب بلاط حاجه اسمه انترلوك، ده غالي جدا، اللي هو بيبقى بلاط بيتعشق مع بعضه. ابص وفاجئ امبارح ان البلاط ده بيتزال بالكامل بشكل استفزازي، فبسال المحافظ قال لي انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع. اتضح ان احدى رجال الاعمال متبرع لتجميل الميدان. طب ما الميدان جميل، طب ما نجمل الميدان اخر، هو ده كلام ينفع؟ زائد بالاضافه انا عندي المستشفى السويس العام ما فيهاش حضانات كافيه، مستشفى السويس العام فيها جهاز الاشعه المقطعيه مش شغال. طب النهارده لما اتبرع النهارده انا ما احط التبرع في الاوجه ديت، حتى التبرع كلام. حتى التبرعات عشوائيه، حتى التبرعات فندم عشوائيه. وايه والخطير في الامر؟ ان انا بشيل دوله فقيره بتمول الموازنه بالعجز، انا عندي عجز في الموازنه، بتمول الموازنه العجز، بشيل بلاط دافعين فيه دم قلب الناس بيتشال، وهو بلاط لسه قاعد سليم ما فيهوش اي حاجه يعني تشيبه. فده شيء طبعا خطير جدا، لا محتاجين كتير شغل كتير. القصه دي حصلت كمان في بعض في بعض شوارع في اسكندريه برضو، اتكلموا على نوعيه ارض او بلاط غالي جدا وايطالي تم شيله بنفس الطريقه. ده خلينا نقول لازم من سياده النائب لازم نعجل يا فندم، لازم نعجل النهارده بقانون للحكم المحلي وليس الاداره المحليه. الحكم المحلي محتاج مننا كتير. تمام. المساله ان الحكم المحلي في مصر النهارده لن ينضبط ايقاع اليوم للمواطن في ظل القوانين اللي هي بتحكم في المحليات في الوقت الحاضر. يا ريت حضرتك تشرفنا عن قريب، لان هنفتح ملف في محافظه السويس ومشاكل محافظه السويس مع نواب السويس، وحضرتك تشرفنا يا فندم. تحت امرك وشرف عظيم ليا، وانا لبي الدعوه فورا على طول، توجيه على طول. تحياتنا سياده النائب، كلك ذوق، الف شكر. شكرا جزيلا.
النهاردة في عين على البرلمان بفتح مع حضراتكم زي ما قلت في بداية الحلقة ملف ارتفاع أسعار فواتير المية والكهرباء. يمكن جالنا شكاوى كتير في الفترة اللي فاتت من مواطنين ارتفعت عندهم أسعار الفواتير بالرغم من ان استهلاكهم ثابت. كمان في شكاوى كتير ان مفيش قراية للعداد وان التقديرات بتيجي جزافية. ده غير ان المواطن ما عندوش مثلا أجهزة زي التكييفات أو السخان، وبرغم من كده فاتورة الكهرباء بتيجي مرتفعة جدا أو مبالغ فيها جدا من وجهة نظرهم. خلونا نسمع من المواطنين عن مشكلاتهم في ملف ارتفاع أسعار فواتير المية والكهرباء وارجع استقبل مشاركات حضراتكم. بتجيلي الكهرباء 20-30 وفوقها بقالي كام شهر بتجيلي 130، بتجيلي 80، بتجيلي 140، اللي زادوا غطى بقى المية. المية المرة دي بندفع 60-70 جايلي 1102 في شهرين. طب هنلحقها من الكهرباء ولا من المية؟ رحت عملت شكوى ماشي اللي اديتك صورتها دلوقتي، قالوا لي معلش اصل احنا عاملين صيانة الشبكات على حسابكم. طب لما انت تعمل صيانة الشبكات على حسابي اللي انت بتحصله مني ده بتحصله ليه؟ مش عشان صيانة الشبكات اساسا المية ما بتجيش الا هي ساعتين يا ثلاثة في اليوم. دلوقتي المية احنا كنا بندفع 40 جنيه في 5 شقق، دلوقتي بيجي لنا 800 وجالنا 1000 جنيه الشهر اللي فات. المية باسم عبد العال خميس في بيتنا وكده ما يرضاش ربنا. احنا نقضي ايه ولا ايه ولا ايه؟ كلية ولا ثانوي ولا ابتدائي ولا كهرباء ولا غاز ولا ايه؟ المية بتيجي بقى بالستمائة والسبعمائة واحنا ما بنستهلكوش مية الا اساسا بالمطور، وما كانتش تطلع لنا غير ساعتين في اليوم. وبنحوش يعني لو اطلع حضرتك الشقه عندي دلوقتي هتلاقي البانيو مليان والكرونات مليانه وجراكن. انا عايش على الوضع ده، مش انا لوحدي، المنطقه السكان دي كلها عايش على الوضع دوت هنا في منطقه العجمي. ده غير ان الميه بتنزل خضره حضرتك من الحنفيه بتنزل خضره، يعني الميه دلوقتي ما بقتش تتشرب. انا دفعت 300 جنيه. المهم انا حصلت عندي غلطه لانه الكشافين اصلا ما بيجوش، حدش بيمر على الكشافين. فأنا لما جاني الوصل فقارنت بين الوصل وبين العداد لقيت فيه 1000 كيلو زيادة. خدت بعض ورحت لكوبينيت الكهرباء قلت لهم يا جماعة في، قالوا لي أنت غلطان. قلت لهم لا أنا مش غلطان، أنا اعتبروني غلطان وحد يجي يقرأ الكشاف. فقال له طب أنت معك تليفون موبايل؟ قلت لهم معي تليفون موبايل. قال خد روح صوره. فعلا صورته ورحت. قال لي طب هنصلحه لك. الشهر الثاني جاتني برضك ال 300. انا قالوا ما تدفعش. قال الشهر الثاني، قال الشهر الثالث قال له 300 برضك هي ولحد دلوقتي. النور جاي لي 180 جنيه في شهر. مش عارفين استهلاك عادي زي كل شهر عادي وجي لنا 180 جنيه. طب ليه؟ احنا كنا بندفع 25 20 30 بالكثير قوي، لكن دلوقتي جاي لنا 180 وقبل كده جاي لنا 150 يعني بيجي لنا، وفي ناس كتير كتير جاي لها اكتر من كده بكتير كمان يعني. فيعني حرام يعني. الميه كنا بندفع 12 جنيه بقت 85 جنيه مره واحده. والنور يعني شهر واحد انا ما عنديش غير ثلاجه وتلفزيون 55 جنيه في الشهر مش كتير. وبعدين غير ما كل الميه كل شويه بتروح طول النهار وتيجي الساعه 10 بالليل تلاقي الميه راحت خالص من العجمي. طب مش كده حرام؟ وبعدين بكلم الراجل اللي بياخد العدادات يقول لي اصل احنا جايبين واحد جديد خد الارقام غلط. طب انت تقرا غلط وده ذنبنا احنا؟ استقبل على طول اتصالات المواطنين عن مشكله ارتفاع فاتوره المياه والكهرباء المبالغ فيها. استاذ عزه من المنوفيه. استاذ عزه اتفضلي. الو اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. والله يا فندم انا مش مشكلتي ارتفاع الفاتوره بس، انا مشكلتي العداد بايظ من اساسه والمحصل والقارئ الاثنين ما فيش فايده فيهم. ازاي؟ من 2014 يعني المفروض المحصل او القارئ بيجي ياخد القرايه يعرف العداد ده بايظ ولا لا. ده للميه ولا للكهرباء؟ للميه يا فندم. للميه تمام. الفاتوره تيجي 600 جنيه و700 جنيه نتكلم معاهم يقولوا احنا هنحل لكم المشكله. ابتديت في 2015 امشي في اجراءات واشوف هعمل ايه. رحت الميه هنا في اشمون مركز المنوفيه قالوا لي خدي العداد روح هاتي لك سباك وروحي انت بيه شبين اعملي بيه معايره. رحت شبين قالوا لي فعلا العداد بايظ وكل القراءات اللي جايه فيه مش في القراءات الاساسيه بس احنا ما نقدرش نعمل لك معايره اكتر من 50%.
يعني منزل لك السعر يعني اكتر من 50% ولا ايه؟ ما يعني الفاتوره تبقى بالنص. تمام، الفاتوره تبقى بالنص. فانا طبعا مش عارفه، طب المعاينه دي هتحصل على كم دوره يا فندم؟ قال لي على 4 دورات فاتوا قبل كده، يعني 4 دورات فاتوا من قبل المعايره. قلت خلاص، عملت معايره تشبين وجيت على الكهرباء في اشمون، على الميه في اشمون. لقيتهم بيقولوا لي لا، بعد ما عمل المعايره وصل فيه فلوس طرف، وصلي بالمعايره بعد 50% هتدفعي 1533. ليه بقى؟ طب ازاي يا فندم والفاتوره جايه 1000 جنيه ارجع ادفع 1500؟ قالوا لي هو كده. طب يا فندم مش احنا بنعمل معايره على 3 دورات فاتوا؟ قالوا لا، مفيش الكلام ده، انت عشان دفعتي فاتوره يبقى انت وافقتي على القرايات اللي بتجيلك. قلت انا يا فندم دفعت فاتوره ب 500 جنيه. قلت ادفع يعني لحد ما احل المشكله، وهي كلها فلوس من اللي عليا. فالكلام ده كان حضرتك في شهر 6 2015. لما ما لقيتش حل رحت راحه على سبين، قدمت شكوى هناك، قابلت الاستاذ اشرف وقلت له يا فندم نجيب عداد جديد نركبه ونتابع العداد لمده 6 شهور، وبناء على كده نعمل اعاده، يعني اعاده ايه؟ هيكله للاستهلاك بعد 6 شهور. طبعا ما رضيش يا فندم، رحت القاهره لمياه الشرب اللي هي على الكورنيش، قدمت شكوى هناك وقالوا لي هنتابع لك الموضوع، برضو ما فيش فايده. حضرتك تبع لاي شركه؟ انا طبعا انا من اشمون يا فندم، مركز المنوفيه. تمام، يعني شركه مياه الشرب اللي في اشمون. ايوه يا فندم. لما لقيت ما فيش فايده برضو رحت راحه القاهره، قدمت شكوى هناك، ما عرفتش ادخل خدمه العملاء، قابلوني على البوابه وقالوا لي لا، انت تكتبي شكوى هنا على البوابه واحنا هنتابعها لك. ومن ساعتها لحد الان الفاتوره بتيجي زي ما هي. طب رجعت اشمون تاني يا فندم، قلت لهم طب ادوني المديونيه اللي عليا قبل كده، انا عايزه اعرفها كام. قالوا لي لا، انت ما تعرفيهاش، نديها لك كده بورقه كتابيه بخط ايدينا، انما مش ورقه مختومه ولا اي حاجه. قلت ماشي يا فندم، ادوني ورقه مكتوبه بخط ايديكم. طلع لي ورقه مكتوبه، مره المديونيه 3000، مره 4500. طب ازاي؟ مفيش مصداقيه اساسا. تمام. هو يعني يا فندم عشان المحصل، ما المحصل يا فندم بياخد مرتبه بناء على الفواتير اللي بيحصلها. يبقى كل ما الفاتوره تبقى عاليه معاه كل ما هياخد دخل احسن. وصلتني الصوره، انا مش متاكد موضوع المحصل ده بياخد مرتبه بناء على الفواتير اللي بيحصلها ولا لا، بس هسال فيها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عزه من المنوفيه. استاذ ماهر من الشرقيه. انا باشا. اتفضل. اهلا بحضرتك. اتفضل. اهلا بيك. حضرتك دلوقتي احنا بنموت. احنا بنموت ما بين الكهرباء والميه. يعني الشعب دلوقتي بينهار. هل دي حرب على الشعب نفسه ولا حرب على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ حضرتك قول لي المشكله على طول، اتفضل. المشكله على طول دلوقتي حضرتك، انا فين النهارده واصل باسم عبد النبي النمر ب 312 جنيه. فين؟ دايره ايه؟ منطقه ايه؟ دايره منيا القمح. دايره منيا القمح؟ دايره منيا القمح. بمحافظه الشرايين. فحضرتك دلوقتي ده الرقم كام؟ الرقم كام تاني بعد اذن حضرتك؟ 312 جنيه. 312 جنيه؟ ميه ولا كهرباء ده؟ ميه لحضرتك. ميه. يعني كنت بتدفع كام في العادي يعني؟ كنا بندفع 15 جنيه و20 جنيه حضرتك. وجات لك امتى 312؟ النهارده، احنا بنقول حضرتك النهارده. النهارده جات لك النهارده؟ النهارده احنا شغالين الوصل النهارده الصبح. يا سبحان الله. النهارده الصبح حضرتك 312 جنيه. وفي صرف صحي عندكم؟ بعد كنا بندفع حضرتك كل 3 اشهر، بقينا كل شهرين، بقينا كل شهر. تمام. في صرف صحي؟ في صرف صحي على الميه يعني على الوصل عندكم في نسبه للصرف الصحي؟ في حضرتك. ولما كان بتدفع 15 جنيه و20 جنيه زي ما بتقول كان برضو بيبقى في نسبه الصرف؟ كان في برضو الصرف الصحي كان موجود. يعني حضرتك البلد الوحيده اللي بتدفع للصرف الصحي من سنه 95. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر من الشرقيه منيا القمح. استاذ وائل من المنوفيه، اتفضل يا فندم. استاذ وائل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. دلوقتي يا فندم الكهرباء عندي جالي وصل الشهر اللي فات، فانا دفعت 50 جنيه. ماشي يا فندم. طب ده جميل. فجالي وصل تاني
جالي وصل تاني فلقيته عامل لي 65 جنيه حلو برضه. فخدت الوصل ورحت اطبقه على القرايه بتاعت العداد. انا في الاول خالص يا فندم كنت بدفع 15 جنيه او 20 جنيه في الاول خالص. ده اللي هو الفرق قد ايه؟ لا سنه يعني ولا من شهر ولا شهرين ولا ايه؟ من 3 4 شهور. من 3 4 شهور انت فاهمني ازاي؟ فالشهرين الاخر الوصل الاخير جيت اطبقه على العداد لقيت القرايه لسه ما جاتش، يعني اللي مكتوبه في الوصل الاخير لسه ما جاتليش في العداد. اه انت معايا يا فندم؟ تمام. طب جات لك بكام كيلو؟ لا فرق بتاع 50 كيلو مش رقم كبير يعني. اه بس لسه هي ما جاتليش اصلا، لسه ما جاتليش. وتيجي عشان تروح للشركه اللي في شبين هنا تيجي تكلمهم يقول لك ايه اصل طب احنا هنبقى نشوف الشقه دي بتاعتك بعدين. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ وائل من المنوفيه. مدام منال من حلوان اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي يا فندم انا بتجيلي الكهرباء كانت بتجيلي 20 35 يوم ما بشغل السخان الكهرباء في الشتاء. تمام. ماشي؟ دلوقتي بتجيني 150 جنيه، انا الشهر ده دافعه 150 جنيه، والشهر اللي قبله 100 جنيه، والشهر اللي قبله 98 جنيه، والميه شرحه. والعداد اقارن ما فيش حد بيجي يكشف اصلا على العداد. ماشي، بكلم المحصل اللي بيجيني يقول لي يا مدام الدعم اتشال، نص الدعم اتشال. ماشي، الشهر ده بكلمه بقول له انت ليه جايب لي 150 جنيه؟ ايه اللي في الشقه شغال عشان تجيب لي 150 جنيه؟ يقول لي انت لسه شفتي حاجه، ده في شهر 7 شوفوا اللي هيحصل، نص الدعم الثاني هيتشال وبوروني هتدفعوا ازاي. مين اللي قالك مين اللي قالك كده؟ المحصل. المحصل اللي بيجي يحصل مني على الباب. تمام. طب هنعمل ايه بقى؟ الدعم اتشال فعلا؟ ازاي يعني الدعم يتشال من على الكهرباء يعني؟ طيب وقدمتي شكوى بده للمكتب اللي تابع ليه؟ لا ما قدمتش شكاوي، ده بيرد عليا يقول لي اسرقوا كهرباء، حطوا حاجات على العداد، شوفوا تعملوا اللي تعملوه. المحصل إيه ده؟ المحصل اللي بيقول لك كده؟ اه المحصل اللي بيقول لي كده، لسه اول امبارح انا مزعقه معاه على الباب. عشان ادفع 150 جنيه كهرباء ده حرام ولا حلال؟ وانا جوزي من على الاول من الاخر بيقبض 2000 جنيه اصلا، هحصل كهرباء ولا عيال ولا دروس ولا مدارس ولا ايه بالظبط؟ الله يعين حضرتك ويعين الناس كلها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عميد محي الصرفي المتحدث باسم الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. برحب بحضرتك سياده العميد. اهلا استاذ شريف، اهلا وسهلا. تحياتنا. الميه ارتفع اسعارها ولا ايه سياده العميد؟ طبعا احنا اعلنا قبل كده يا فندم ان احنا في عمليه تحريك للاسعار لمده 5 سنوات. تمام، واللي بيحرك الاسعار ديت طبعا معانا الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وهو المعني وطبعا في عنصر من عندنا وهو المعني بتركيب اللي هو بالنسبه للتسعيره وعرضها على السيد الوزير وعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء. احنا على العموم اللي حصل ان احنا دلوقتي في طور جديد او سعر، احنا لما جينا زودنا من 0 ل 10 كانت ب 23 قرش، زودناها 7 اساغ بس فبقت ب 30 قرش، وديت ما اتحركتش من عام 1995. يعني من 95 ما اتحركتش الاسعار ديت. دي حاجه. تاني حاجه حضرتك، احنا بالنسبه لشكاوى الساده المواطنين اللي اتعرضت عند حضرتك في البرنامج، انا خدتها كلها وهتابع، والاعداد عند حضرتك اتفضل مشكورا. انا اتكلمت معاهم ان انا عايز رقم تليفونات كل الساده الشاكيين دول عشان اخد منهم رقم الاشتراك ورقم المنطقه، واي مواطن ليه ولو حتى نص متر هرجعه له. ومفيش حاجه اسمها دوره ودورتين زي الاخت الفاضله ما هي قالت. ده انا يعني شاكر جدا. انا طول عمري بقدر حضرتك على المستوى الشخصي والانساني والله يا فندم. يعني انا شاكر جدا سرعه تواصلك معانا واهتمامك بحل مشاكل الناس، لان هي فعلا مشاكل بسيطه جدا بس قد كده بتاثر في حياتهم اليوميه وبيشتكوا منها شكوى كبيره. استاذن حضرتك برضو، حضرتك خليك معانا يعني. بتجيلنا شكاوى تانية. مدام نجلاء اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا فندم، احنا برضو في بيتنا احنا يعني في شقه في بيت هو البيت مساحته 8 ادوار بس اللي ساكنين فيه 3 شقق.
ماشي يا فندم مع حضرتك. كان الاول بيجي لنا الميه، كان بتيجي الميه 100 جنيه 150 200 جنيه كل شهرين. حلو. دلوقتي الميه بقى لها 4-5 اشهر في الطالع 500 700، اخر وصل جاي لنا 950 جنيه. هل في اي استغلال زياده، ضغط زياده، حاجه زياده عملتوها؟ ولا حاجه يا فندم، ولا حاجه. يعني انا والسكن اللي تحت مني مش موجودين من اصله، بنيجي اخر النهار شغالين، بنيجي اخر النهار ما فيش الا السكن اللي فوق مني. إيه ما يعني هتستهلك ب 1000 جنيه ميه؟ مش معقول استهلاك هو ما زادش. وفي معانا بيوت في الشارع بيجي لها 300 جنيه وبيصوتوا من ال 300 جنيه، احنا 1000 جنيه وكل مدى في زياده، كل مدى في زياده في زياده. تمام. رحنا اشتكينا، قال لك لا ده العداد، العداد بايظ. عداد، طب ما تيجي تشوف الدنيا فيها ايه؟ يعني حرام لما ثلاث شويه يدفعوا 1000 جنيه كل شويه 300 جنيه، حرام ليه؟ تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سيادة العميد، موضوع قصة العداد ومشكلة العداد دي أنا سمعتها اتكررت أكتر من مرة. تمام يا فندم، وعندها حق، وأنا يعني هي كل الحق عندها. أولا القارئ العداد المفروض لما يجي يمر ويلاقي العداد عطلان المفروض يعمل لنا مذكرة عشان نقول لها لو سمحتي احنا عايزين نغير العداد وهنعمله لك بالقسط وهننزل القسط كمان على الفاتورة. تمام. انما هو ما يبلغش وكده، ده برضو ده سوء منه، احنا بنعتذر ليها عن الموضوع دوت. انا دلوقتي هو صحيح المحصل بياخد فلوسه من الفلوس اللي بيحصلها؟ يعني مرتبه بيقبضه من فلوس التحصيل؟ لا يا فندم، هو بياخد نسبه على التحصيل. بمعنى ايه؟ انا اديته مثلا الاصدار مثلا سي 1000 فاتوره، نوع من التشجيع انك انت لو انت حققت ال 700 فاتوره انك تجيبهم، ده انت هتاخد حافز معين، لو جبت اكتر هديك حافز اكتر. بغض النظر بقى عن رقم الفاتوره او السعر اللي موجود في الفاتوره ايه؟ لا 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 لا، ما بياخدش على الرقم، على الرقم لا، هو بيحقق ايه الموضوع. تمام تمام تمام. لا وانا بعد اذن حضرتك انا هاخد التليفونها وهتابع، وتسمح لي ان انا اتابع مع حضرتك وابعت لك كل شكوى من الشكاوى اللي جت في البرنامج بتاع حضرتك النهارده، هبعت لك يعني بالتفصيل احنا عملنا ايه ووصلنا لايه في الحل معاهم تحت امرك. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سياده العميد محي الصرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شكرا على سرعة الاستجابة وشكرا على سرعة التواصل. وده يعني احنا عهدناه من حضرتك سيادة العميد في مناطق كتيرة وفي مشاكل كتيرة متعلقة بالمية. موضوع العداد ده موضوع مهم، يظهر قصة العداد البايظة واللي بتدي أرقام غلط، ده موضوع مهم محتاج ان احنا نركز فيه من قبل السادة المسؤولين، لأن بيجي لنا شكاوى كتير بتسأل على الموضوع ده وبتشتكي من الموضوع ده، واحنا لسه فاتحين ملف عدادات المياه والكهرباء والتقديرات الجزافيه اللي بتفوق الاستخدام الفعلي للمواطنين في العقارات اللي هم ساكنينها. في شكوى الحقيقه جات لنا على الواتساب، الارقام اللي بتبقى ظاهره امام حضراتكم على الشاشه، عن صور ومخالفات واهمال في زهرة زي ما حضراتكم شايفينها دي أثناء إلقاء قمامة أمام استاد رياضي في الدقهلية. يعني موضوع إلقاء القمامة بالقمامة بقصة القمامة دي كلها من أول ما بتترمي لحد ما بتتشال، والطريقة اللي بتتشال بيها والأسلوب اللي بيتشال بيه، يعني ما فيش أي نوع من أنواع النظام أو الانضباط. النائب إيهاب السلام نائب شربين، برحب بحضرتك سيادة النائب. أنا اللي برحب بحضرتك وبمستمعينك الكرام وبضيوفك الكرام. صب على حضراتكم، بقول لكم يعني أرجو المتابعة الجيدة على أرض الواقع لمركز مدينة شربين. يعني أنا يوميا أنت حضرتك بتكلمني حاليا وإحنا مع عمال النظافة في مركز مدينة شربين مع السيد رئيس وحدة مرور شربين علشان تنظيم الحركة المرورية، لا قالوا جهدا عن يوميا في الأيام اللي ما فيش فيها جلسات. موضوع القمامة على المستوى الشخصي صدقني من قبل استلامي الكارنيه بتاع مجلس النواب
وانا قمت بحملات في بعض المناطق في مركز ومدينة شربين، ومنها منطقة مساكن الهيمة، منها منطقة أرض زيت. أيوة بس دي عربيات، أيوة بس دي عربية المحافظة اللي بترمي غلط ديت، ويعني ده عربية المحافظة. يعني المسألة محتاجة الصور اللي اتبعتت لنا، هتلاقي حضرتك عربية المحافظة بتلقي بالقمامة قدام استاد رياضي في الدقهلية. سيادة النائب. أيوة فندم. حضرتك سمعتني يا فندم؟ حصل تداخل كده في التليفون. عربية المحافظة هي اللي بتلقي بالقمامة. لا يا فندم، عربية المحافظة أنا صادق في الكلام اللي بقوله. الصور، أصل الصور قدامنا. تلقي في المكان المخصص لها وإحنا بنرمي في أدبشو. ولكن يقول لي فين السلبية ده والمكان فين، ومش عايزين نجادل بعض في الغلط. أنا أشوف إيه السلبية وأتوجه إليها مع المسؤولين التنفيذيين في قلب مجلس ومدينة شربين، لو أنا بتكلم على شربين تحديداً يعني. لو ونتوجه إحنا ما عنديش مشكلة. ما هو الكلام ده قدام استاد شربين. فندم إحنا كنا عاملين إمبارح احتفالية أدبية وأمسية أدبية في استاد شربين، وكان الكلام ده الساعة كام؟ وأنا أوجه المسؤولين وأكلم رئيس مجلس المدينة بنفسه ينتقل مع المسؤولين عن القمامة في شربين ويشوفوا القصة دي. لو تمام. عندنا حاجة موثقة برقم سيارة نعرف نحاسب المقصر كده صح. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب إيهاب السلاب عن دائرة شربين في الدقهلية. رجاء يعني دقة أكتر، معلش دقة أكتر من اللي بيبعتوا الصور والواتساب، علشان تبقى الموضوع محدد بالزمن والوقت والتاريخ ورقم السيارة، ويريد كمان صورة اللي سايق. احنا اصلنا بنشك في كل حاجة. بشكركم، الى اللقاء.